عاملين ايه؟ وحشتوني. لو عندك مطبقية كده او صفاية بتاعت ارفف كده، انا لقيتها عندي صدت فقلت اعملها معاكو باشغال يدوية جديدة، واتمنى ان هي تعجبكو. يعني احنا طبعا بنعمل اعادات، احنا شغالين دلوقتي في اعادات التدوير للحاجات القديمة. طبعا هي ارفف اهي زي ما انتوا شايفين، وانا عايزة اعملها واغطي الحتت اللي هي المصدية دي كلها، مش عايزة اشوفها خالص. فبالتالي هعمل ايه بقى؟ هروح جاي انا جبت لها قماش برضو ايه اللي هو الدانتيل ده، بحيث ان هو ما يبقاش يعني كاتم على الحاجات اللي فيها، ابقى شايفة الحاجات اللي فيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا همشي مع هي طبعا سلكها رفيع، بس انا هحاول امشي معاه علشان ايه اغلف كل الحاجات اللي هي صدت فيها دي وتبقى بمنظرها حلو. يعني كنت عاوزه اعملها من امبارح بس جالي ضيوف ومعرفتش اعمل حاجه، وقلت برضو مش هعملها ولا هعلقها الا معاكم عشان تشوفوا برضو الافكار. لو انت عندك حاجه مصديه كده وحسيتي ان هي باظت، فبيبقى ليها ذكرى معانا يعني، فنحاول نظبطها باقل الامكانيات برضو ونشغلها تاني. بصوا انا بعمل اللي هو الرف الاولاني ده، هو هخليهم يتقابلوا في علشان ما تتحركش. طبعا عايزة اعملها زي ديكور برضو، مش عايزة اعملها اي حاجة او اخبي الصدى وبس. لا انا كنت حطاها في الحمام وحاطه فيها الشامبوهات، بس كان بس عندي ركنة، قلت خلاص مش مشكلة خلي الركنة للشامبوهات، وديت ايه احاول ان انا اعملها في المطبخ يعني. بصوا هي حتى لو دي نزلت كده اهي، بس برضو شكلها حلو. هنعمل برضو الرف اللي بعده اهو، طبعا انا هغلفه كله بالشمع وبعدين اروح حاطه القماش. اوريكم الفكره وبعدين انا ابقى اثبت عليها على مهلي انا، بس هي كفكره هتعجبكم يعني. بصوا بتلفي على كل البروز اللي فيها علشان تمسك، لانها سلكها بيبقى رفيع جدا اهو. بصوا اهي 3 ادوار. بصوا طبعا انا هغلفها بقى على مهلي وهوريها لكم بقى وهي متعلقه لما نيجي نعمل بقى في المطبخ. انا هحطها في المطبخ واحط في الرف الاخير دوت الصواني، وتحت بقى هنا الايه علب التوابل. بس بصوا كفكره، بصوا ال3 ادوار جمال ازاي اهم. ايه رايكم الفكره عجبتكم؟ الفكرة التانية معانا عايزين نعمل، اللهم صل على النبي، عايزين نعمل تغليفة للمناديل. يعني انا لما بجيب مناديل بحطها كده، مش ببقى انا عندي علب، بس عايزة اغلف دي بحاجة رمضانية. فانا طبعا قلت هخش في القماش بتاع الخيامية وايه واعمله كده، بحيث ان انا اقفله عليها كده والطرفين كده يتقابلوا، بحيث ان انا اعملها للايه تبقى للمناديل يعني. بصوا بس الفكره بقى ان انا اعملها ازاي، دي اللي عماله ايه افكر فيها معايا اهي. بصوا انا عايزه اجيب دي على دي بحيث ان هي تبقى الفتحه هنا اطلع منها المناديل بسهوله.
دي فكرة. تاني فكرة انا هعملها دلوقتي برضو وهوريها لكم. تاني فكرة معايا، انا جبت قماش اهو، ده مقاس الخدادية، ان انا اعمل خدادية. بصوا بقى فكرتها ازاي. انا قصيت مثلا القماش ده على مقاس الخدادية، مفروض بقى اشيل منها الحتة دي، بس انا هوريكم هنعملها ازاي. انا بحب في الخدادية ان ايه، يبقى الرسمة متكاملة كده، يعني هتدي هنا شكل الفانوس. الهدف حاجة ان انا هدي من قدام كده اهو شكل الفانوس اهو. فانا هروح اسمى القماش كده واسماه كده ماشي، وهروح تانية هنا دي تانيها كده، ودي هتنيها كده، بحيث ان هما يتقفلوا على بعض، يتكفوا على بعض كده. طبعا لما هيكفوا على بعض كده، في الحالة دي انا هدخل الخدادية من هنا. طبعا هقفل دي بالمكنة ودي بالمكنة، فهدخل الايه الخدادية من هنا. نشوف الفكرة معمولة، لان انا عملت حوالي 10-12 خدادية بالفكرة دي، عجبتني قوي، ومش محتاجة سوستة ولا محتاجة ان انا مثلا اخيطها على ايدي. الفكرة اهي، بصوا ان انا اهي المها كده وايه اخيطها كده اطلعها اهي. بصوا يعني هي الفكرة كده، وانا هروح ما ايه ما اجي اغسلها، هروح شدة منها الخدادية نفسها وايه وهعملها. يعني احنا عرفنا الفكرة ان انا هقفل طرف على طرف كده، وهتبقى بالخدادية بالمنظر ده كده. دي شكل خدادية هنعملها مع بعض ماشي، وايه ودي طبعا هتتقص وهيبقى الشكل ده. شايفين فطوطة، رمضان كريم، مش عارف ايه كده، الفانوس ده شكل ماشي. انا عملت بقى الشكل وخيطته ونفذته على ايه، على الطبيعة اهو اهي، ان انا ادخل الخدادية من هنا. وايه طبعا من بره بقى عايزة اعمل لها فينيش. الفينيش اللي هو ايه، ان انا اعمل لها معاكم بالشمع برضو اهي. دي مثلا معانا الخدادية اهي عادي، فاحنا هنروح عاملين عليها فرنش، هنعمل عليها فرنش بالمنظر ده اهو. بصوا هنلزق على الطبيعة كده، ولا نخيط ولا حاجة اهو. بصوا الشكل عامل ازاي. انا عندي طبعا اختها اهي معمولة، بس ما ركبتلهاش فرنش. بصوا اهي، بس حاسة ان هي فيها رسمة كتير، انما دي فيها برضو، بس ايه يعني هادية نوعا ما، والشريط مش اوفر، يعني الفرنش بتاعها مش اوفر. بصوا اهو يعني. بصوا الشكل هيبقى حلو ازاي. بس الشمعة ما ادور عليه هاتي بقى ايه مترين ثلاثة قماش، وقعدي فنني كده، وطلعي العبقرية اللي جوينا، واعملي
الخداديات بتاعتك من غير ما تحتاجي لحد اهو. حتى لو ما عندكيش مكنه اهو المسدس بيقفلها اجمل واحلى من المكنه كمان اهو. بصوا اهي خدتيه بالمنظر ده، ايه رأيكم؟ طبعا ايه اهي طقوس الطقوس الرمضانية. طبعا احنا كنا قبل كده عاملين العلبة السمنة العلب الكبيرة، فانا عندي علبة صغيرة قلت ايه اغلفها برضو معاكم. اي حاجة عندك استغليها. بصوا اهي ستي كانت دايما تقول عليه المجمع اهي، ونعدي عليه بالاستراس كده. بصوا فكرة الخدادية اهي، وهوريكم شكل الخداديات اللي عندي. انا عندي ما شاء الله كمية خداديات، ادي شكل وادي شكل وده شكل برضو اهو وده شكل اهو. فالحاجات الرمضانية دي بقى بتدي انطباع في الشقة جميل، وبتدي بهجة برضو كده جميلة. وانا برضو بظبط في اللي هي الزينة، قصة زينة وبخيطها على المكنة اهي. دي برضو هعلقها من البلكونة، بتدي بهجة حلوة قوي برضو. دي كنت قصاها كانت 7-8 كده اهي، وبخيطها على المكنة اهي. ومعانا كمان بجهز لي طابلو تاني اهو، دوت عايزة الزق عليه. دي كرتونة، كرتونة قديمة وانا غلفتها الورق اللي هو بيجي ظهر الورق الحراري ده. طبعا ما حبيتش ان انا ارميه، قلت احاول ان انا استغله في حاجة، وفعلا لقيت له الحاجة اللي انا عايزة استغله فيها. وعندي كمان صينية، عندي صينية بحاول ان انا يعني هي بصوا شكلها مش عاجبني، فانا بحاول ان انا اقيس عليها كده وايه اخليها برضو صينية رمضانية. فهحاول ان انا ايه اخد المقاس بتاعها واقصها اهي. بصوا عشان تبقى شكل رمضاني، انا زهقت من شكلها وهي بالستانلس كده، فهحاول ان انا اجدد فيها
طبعا شكل الصينيه تحسوا ان هي ادمت ادمت يعني، فانا لما اعمل لها شكل كده شكل رمضاني هيدينا احساس بالبهجه يعني. عامله بقى من الخامه دي اللي هي بتلزق دي حلوه قوي، عامله منها برضو مصافي اطباق تغلفي منها علبه حاجه اي حاجه، المهم ان انت ايه تخرجي من نطاق الشكل المألوف اللي اعتدنا عليه اهو. بصوا احنا كده عملنا الصينيه اهو بالمنظر ده وعملنا برضو الطبق، طبعا الطبق الرمضاني اهو والصينيه اهي والخداديات اهي، طبعا انا عندي 10 خداديات ولا 12 هحاول اعملهم، دي الكرتونه اللي قلنا عليها اهي، اهو الكرتونه اهي. انا عندي بقى الايه الاشكال الرمضانيه اللي هي دول، هحاول ان انا ايه كنت هجسمهم وخليهم واقفين كده بس لقيتها مش قوي، فانا قلت اعمل شكل كده واجيب بوجي وطمطم معاهم، ايه رايكم؟ ولا اخلي كده بوجي وطمطم وبكار كده حلو. فانا دلوقتي طبعا طمطم هنا الناحيه دي احلى، ده الوش بتاعها اهي، بصوا اهي بص على بوجي وطمطم اهو، بصوا برضو ده تابلو كده طبعا عملنا علبة السمنة هنا فاضل عندي ايه تاني كنت عايزة اوريهولكم، انا كنت عاملة دي من ازازة عملتها لم الستارة، بس هاخد الالمازات دي واحطها ايه شكل هنا على التابلو ده، ممكن هنا او هنا او افصل بينهم كده يعني، في حاجات احنا ممكن نشغلها ولما تقدم ممكن نعيد استغلالها اهو. انا عامله من الالمازات دي افكار برضو جميله قوي لاطقم الشاي اللي هي الصيني، مغلفاها بيه وعامله شكل جميل او تحفه، هوريهولكوا برضو عشان لو حد حب يعمل الفكره اهو، دول كنت مركبينهم في تعليقه الستاره وحاسه ان هما دلوقتي ما بقتش التعليقه ما بقتش قويه
في التابلو ده، ما يتعلق على الحيطه كده، شكله طبعا جميل تحفه اهو. والصينيه برضو بتقوم بدور التابلو بس دي صينيه في المطبخ. وطبعا التابلو التاني هنعلقه ده في البلكونه، عشان انا عندي البلكونه فيها سيراميك احمر. بصوا اهو، ممكن اعمل التعليقه منه. على فكره ممكن اعمل في ده برضو تجديد، ان انا اعمل له فرانش كده، بس برضو هو كده انا حاسه ان هو ارق. طبعا انتوا عارفين ده ظهر الاستغلال استغلال الورق اللاصق، بيبقى له ظهر، ده بنشيله بنقشره. فروحت مغلفاه على كرتونه وعملت الشكل ده اهو. بصوا تابلوهاتي، حد بقى عايز قطايف وكنافه اهو، وعمو بتاع القطايف بيبص عليكم. اشوفكم بخير، وما تنسوش الاشتراك، وربنا يجمعنا بخير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه، باي باي.